خلي نعود للقائم البيدك، ما تشوف نعم زيدان مظلوم بعدم المشاركة مع المنتخب؟ والله، ما انا قلت لك اكو مؤشر على وسام. وسام لاعب جيد، يعني ما انتقص من الـ من الـ من الانسان، امكانيته حلوه، بس لكن اكو افضل من عده، بالاخص بالمركز اللي يلعب به اللي هو زيدان اقبال محور. يعني لاعب ممتاز جدا، يعني ضروري. يعني انا هسه من ضمن التشكيل اللي انت محتاجها من عندي، انه يكون متواجد مع الكويت زيدان. راح تلعبه اساس؟ نعم، عاجبك مستوى زيدان؟ كلش لاعب على مستوى عالي. اكو تصريح ما اعرف انت قايله او منسوب لك بالسوشيال ميديا، وهو تقول بشار رسن افضل من زيدان. لا شوف، اجت فتره زيدان ما يلعب بالنادي، هسه حكيناها من كان مانشستر. هسه حكيناها، استقرار اللاعب، اللعب للمباريات، استمرار اللاعب لما يلعب بالمباريات 90 دقيقه يكون نفسه رتمه عطائه يختلف عن اللاعب البديل او اللاعب الغير جاهز. يعني هذا التصريح موجود زيدان بالفتره. نعم، انا حكيت هو عيده زيدان. صارت مقارنه بين زيدان وبشار، من هو الافضل حاليا؟ حاليا كان المراكز تختلف، قصدي شلون قارنته؟ جناح بمحور. بوقته كان بشار، لا بشار يلعب اكثر من مركز، زين. ايضا يلعب حر وصانع بشار، انا لاعب ويا الولد. بالفتره اللي كان بيها بشار وزيدان، زيدان ما لعب ولا لعبه، يمكن اعتقد اخر 20 دقيقة مباراتين، يعني ما لعب اساسي بالفترة. المنتخب ما يحتاج مجاملة انه هذا اللاعب جيد. اوكي، المباريات ضرورية جدا للاعب، انه هذا منتخب مو نادي، انه انت عندك تعويض انه تعوض في المباريات اللي لا، ما هسه تصريحك مدحك بزيدان باداء زيدان. نعم، انا هم مدحك يوحي لي. لا استاذ، انه انت ما عندك استهداف شخصي من اللاعب، من جيد جاي تقول جيد. هذا راح اجيك عليه هسه ان شاء الله بالحلقه، انه العالم انه طرقت لهذا الكلام، انه سيف سلمان ضد زيدان. بالعكس، مو ضد احنا كلاعبين، لا بالاخص دعك عن الاعلام ودعك عن الشارع والمحللين، بالاخص اللاعب لما تجي تقول له قيم لي فنيا، أنا لما أجي أقيم لك كلاعبين أقيم لك إياهم فنيا، منو الأجهز للعب مع المنتخب الوطني؟ ما أجي أقيم لك هذا أحسن من هذا، لا. أنا على الجاهزية حكيت، بالوقت اللي كان متواجد بشار وزيدان والمباريات والتصفيات، قلت إنه زيدان لاعب جيد ولاعب إمكانيته على مستوى عالي، وأفضل اللاعبين وراها، قلت أفضل اللاعبين اللي متواجد، أفضل المحترفين المتواجدين بالمنتخب الوطني. بس يتنوخذ هاي، هم شخذوها اخذوها باوع، لانه مو بس اخذوها، لانه اني لو غيري حاكيها طبيعي. استقرار امير العماري مع المنتخب الوطني في هذا المركز